جاء بلينكن للمنطقة ليبحث ما بعد حكم حماس. أقصى استهتار يمكن أن يقال، هذا عبث السياسة الأمريكية، هذا انفصال السياسة الأمريكية عن الواقع، هذا تنكر لحقوق الشعوب بتقرير مصيرها. يفترض أن الشعوب هي التي تقرر من يقودها، لا الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا التنكر للشعب الفلسطيني، تنكر لحقه بممارسة سيادته على أرضه، التنكر لإجراء الانتخابات الإسرائيلية، عدم الضغط على الإسرائيلي للسماح بإجراء انتخابات فلسطينية، الذهاب خلف إسرائيل بمشروع الانقسام الفلسطيني الذي يمنع إجراء انتخابات فلسطينية، هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية. لا ترى أن الشعوب تستحق الحياة؟ من أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لارتكاب كل ما ارتكبته من مخالفات جنائية وجرائم؟ من غطى إسرائيل في مجلس الأمن ومن يشكل غطاء لإسرائيل أمام المحاكم الدولية؟ من الطبيعي أن يستمر بقيادة سياسة عابثة، هذه السياسة تستكمل نفس المسار الذي أدارته الولايات المتحدة الأمريكية وأدى إلى هذا العنف الذي انفجر في وجه الجميع دفعة واحدة.